ومن التعنيف إلى الإنجازات، إذ نظمت العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة الملتقى الثاني للكتابة الإبداعية في المحافظة. أجندات المؤتمر ودوره في تمكين الصحافة النسوية نتابعه بالدقة مع مراسلة الرابعة في المدينة مآثر طالب. مع حزمة إنجازات حصدتها المرأة في مدينة كربلاء المقدسة، ناقشت نسوة إعلاميات من توجهات إعلامية وثقافية متنوعة وقع المرأة الصحفية خلال الملتقى الثاني للكتابة الإبداعية الذي نظمه مركز إعلام المرأة والطفل في العتبة الحسينية المقدسة. بدأت الصحافة النسوية من عام 1925، يعني احنا قاربنا على احتفالية القرن، احتفالية المئة عام للصحافة النسوية. مرت بفترات من التقدم، فترات من التراجع، لكن طموحنا كبير ونتمنى أن يكون عندنا عدد أكبر من المجلات النسوية اللي تعنى بالأمومة والطفولة بشكل أكبر وعدد أكبر. أكاديميتنا وإعلاميات تحدثنا عن أهمية منح المرأة زاوية مهمة من المهنية والعمل الصحفي، فيما أكد رائدات منهن أن صحافة المرأة تجربة مهمة شهد العراق عام 1925 انطلاقتها وحتى اللحظة. حقيقة تحت شعار أنه تقوية التأثير والتثقيف والدور الاجتماعي لدى الصحفية المرأة، وهذا الدور بالتأكيد هو مهم جدا لإعداد نساء إعلاميات وصحفيات بقلم متميز لكي تحدث التأثير لدى الآخرين. إقامة مثل هكذا ملتقيات لكون أن المرأة لها تأثير ودور كبير في المجتمع وفي بناء الأجيال وإعداد أجيال نسوية واعية مثقفة من خلال قلم المرأة وتأثيرها على هذا المجتمع. ترعى دائما العتبة الحسينية المقدسة الجانب النسوي حقيقة في كافة الأصعدة والمجالات. مثلا اليوم نحن نحضر الملتقى الإبداعي الثاني لصحافة المرأة، هذه نقلة نوعية كبيرة في الوعي الثقافي لدى المرأة بأن تكون لها صحافة خاصة أو تكون لها زاوية خاصة في الجانب الإعلامي. وكذلك تعلمون مدى تأثير الإعلام على المستوى الاجتماعي بكافة فئاته وطوائفه وكذلك مستوياته، كيف أن تكون المرأة الآن ليس هي المتلقي بل هي المعطي وهي المبادر وهي المانح. هذا مهم جدا أن تعبر المرأة عن نفسها من خلال الصحافة، من خلال قلمها. الحديث عن أهمية المرأة في العمل الصحفي والميداني مع وجود نوافذ إبداعية تعزز من مكانتها في صناعة محتويات هادفة على صعيد الأسرة والطفلة، كان حاضرنا لدى أغلب المشاركات اليوم في هذا الملتقى. من كربلاء المقدسة مآثر طالب، قناة الرابعة.